طوش. عملت اتنين ديف، ديف واخد كلاس 1 وديف واخد كلاس 2، فدي ما فهمش حاجه. وعامل ملف اسمه home.css تمام، وربطه بملف ال HTML ده. طيب لو جيت كده هنا قلت له كلاس 1 اديله باك جراوند ريد، وكلاس 2 اديله باك جراوند بلو. هما ليه ما خدوش الالوان او ليه ما ظهروش اصلا؟ ليه مش موجودين؟ تفتكر المشكله فين؟ ان هما ما فهمش كونتنت. يعني انا عايز تقول لي ان انا لو رحت للديف ده قلت له مثلا هلو، وفي الديف ده كتبت مثلا وليكن وورلد ريفرش، وكتبت نفس الكود بتاعي، باك جراوند ريد، خدت فعلا الريد. باك جراوند 2 اخليها بلو مثلا، خدت بلو. بس خدت بلو على قد ايه؟ على قد الكونتنت اللي جواها، وخدته بلوك. يعني ايه بلوك؟ يعني خدت الصفحه كلها، خدت الويدس بتاع الصفحه كلها، والهايت خدته على قد ايه؟ الكونتنت، على قد الكلمه. يعني لو هيلو دي تحتها كلمه هيلو تاني، هيبتدي الايه الديف يكبر معايا، او الديفيجن او الجزئيه دي تكبر معايا، تكبر معايا. بس في نفس الوقت هياخد العرض بتاع الايه الصفحه كله، عشان العنصر بلوك او حاجز. في حيث ان انا لو جيت اصلا جيت هنا عملت بره الديفين، عملت ايه لينك مثلا واخد كلاس اتش، وقلت له كليك هير اتش ار اف شباك ماشي، وعملت ريفرش كليك هير. طيب قلت له كلاس اتش ده ادي له باك جراوند اورنج، ايه اللي حصل هنا؟ الويتس والهايت بقوا على قد الكونتنت. ليه؟ عشان ده عنصر بلوك وده عنصر اونلاين. طب ما احنا عارفين الكلام ده، واخدينه اكتر من مره. عايز تقول لنا ايه؟ عايز اقول لك، طب نفترض ان انا ما عنديش اصلا كونتنت هنا، وانا عايز اعمل الديف ده، عايز اظهره، عايزه يبقى موجود معايا. هقول لك ان المشكله هنا ان هو مش جواه كونتنت. المشكله ان العناصر او الديف مش هياخد عرض ولا ارتفاع غير ما يكون اصلا جواه كونتنت، غير ما يكون ليه عرض وارتفاع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا في الاول وفي الاخر محتاج ان انا يكون الديف ده عندي تمام، او الصندوق ده ليه عرض وليه ارتفاع، بغض النظر هو جواه كونتنت او لا. بس الديفولت او الاساس ان هو ما بياخدش عرض او ارتفاع غير ما يكون جواه ايه كونتنت او جواه محتوى. طيب لو انا عايز اقول له ويتس اللي هو العرض بتاعك 50 بكسل والارتفاع 50 بكسل، ايه اللي حصل؟ اشتغل معايا. طيب شلت الارتفاع، خد الصفحه كلها. طيب عفوا قصدي شلت العرض، ما حددتوش 50 بكسل، خد الصفحه كلها، خد الصفحه كلها لان هو بلوك حاجز. طيب شلت الارتفاع، مش هيظهر، لان هو اصلا باي ديفولت او في الاساس ان هو الارتفاع بتاعه مش موجود على قد الكونتنت، بس العرض ايه محجوز الصفحه كلها. يبقى هو مجرد بس ما ياخد ارتفاع هياخد الايه الصفحه كلها. طيب انا كده ممكن اتحكم ان انا احط عنصر جنب كذا عنصر جنبي بقى، ولا هيفضل بلوك زي ما هو؟ تمام، هو لسه بلوك زي ما هو. هو قال العرض بتاعه 50 بكسل، بس باقي الصفحه برده محجوز ليه. تمام، طيب يبقى انا هنا اقدر اتحكم في ايه؟ في العرض بتاعي. لو جيت هنا قلت له ال 50 بكسل دي انا عايزها مارجن اللي هي من كل الابعاد تبعد لي من فوق وتحت 0 بكسل، ومن يمين وشمال اوتو جابها لي في النص. ليه؟ عشان قال لك من يمين مثلا هيبقى فيه مساحه 50 بكسل، ومن هنا 50 بكسل، وفضل يظبط الصفحه بتاعتي لحد ما وصلت للعنصر بالنص، حذاها من هنا او بعدها من اليمين بمسافه ومن الشمال بمسافه لحد ما جابها وسطها في النص. طيب لو انا ما اديتلوش ويتس اصلا، هو الويتس بتاعه 100% مش هياخد اوتو، لان مفيش اصلا مساحه من هنا ولا مساحه من هنا ان هو يبعد عنها. تمام، ولو جيت قلت له من اليمين والشمال ابعد 150 بكسل
هيضغط من هنا وهيضغط من هنا لحد ما يقصر لي الويتس بتاع العنصر. طيب كل الكلام ده احنا عارفينه وعارفين ازاي نتحكم في الويتس والهايت، تمام؟ طيب وعارفين ان احنا ممكن ندي الويتس بتاعي بدل البكسل اقول له برسنتج نسبه مئويه. وديها مارجن برضو صفر بيكسل اوتو. طيب في حاجه بقى احنا خدنا كل الكلام ده المره اللي فاتت وما خدناهاش، ايه هي؟ لو انا جيت قلت له الويتس 60% 70 80 90 هيكبر معايا مفيش اي مشكله. طيب انا عايزه ما يعلاش عن نسبه معينه، ما يعلاش عن بيكسل معين، ما يعلاش عن نسبه انا محددها. يعني عايز اقول له واحد، عايز اقول للديف من الاخر انت اخرك هنا وما تعليش العرض بتاعك عن هنا، او اخرك في الهايت ده ما تعلاش عن الهايت ده. طيب هقول له ايه؟ انا قايل له الويتس 50%. طيب هقول له الماكس اخر الويتس بتاعك 60%. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو جيت قلت له انا 10% ظبط، 20 30 50 60 شغال معايا. طيب 70 مش هيظبط معاك، عارف ليه؟ عشان انت قايل له ما تعلاش عن ايه؟ ماكس، ده اخرك، الماكس بتاعك او اخرك 60%، ما تعلاليش عن كده. طيب اقدر اعمل ايه تاني؟ ماين ويتس اقل عرض، فانا اقول له اقل عرض 20%، يبقى هنا مش هيقل عن كام؟ عن 60. ومش هيقل عن كام؟ طيب لو جبت هنا الويتس خليته 30% ظبط تمام. طيب 1% هو واقف كده عن كام؟ 20 اصلا. طيب ويجي واحد بقى يقول لي ايه؟ طب انا اعمل ماكس ويتس 60 بيكسل والماين ويتس 20 بيكسل. طب انت مقتنع ان انت تدي له ويتس بالنسبه المئويه وتدي له الماكس بتاعه بالبيكسل انت تعرف تحول ده لده؟ طب انا هقدر احوله مفيش مشكله، وهجيب مثلا ويب سايت يحول لي البرسنتج لنسبه لبيكسل. طيب انت ليه تتعب نفسك؟ تمام، طالما استخدمت في العرض البيكسل يبقى في الماكس تستخدم الايه؟ البيكسل. استخدمت في الهايت البيكسل، تمام، استخدم كذلك في الماين هايت والماكس هايت البيكسل. ما تحاولش ان انت تشتت نفسك، تستخدم هنا البرسنتج وتستخدم هنا البيكسل. احنا عاملين ماين اصلا ماكس. قلت له الماكس بتاعي 60، الماين بتاعي الماين بتاعي 20 والماكس بتاعي 60. طيب جه واحد قال لي انا عايز الهايت بتاعي 20، قال لي معاك بس مش هيقل عن كام؟ مش هيقل عن 20. يعني لو قلت له 10 بيكسل مش هيقل عنها، مش هيقل عن 20، هو كده 20. بص كده هو 20، 21 ابتدى يزيد معايا لحد ما اوصل لكام؟ دي 60، مش هيزيد عن كده، تمام؟ اذا الماكس ويتس انا بقول له اخر عرضك كذا. طيب الماين ويتس انت اقل عرض ليك كذا، تمام. الهايت نفس الكلام، اعلى ارتفاع ليك كذا، اقل ارتفاع ليك كذا، ما تعلاش عن كده ولا تقل عن كده. طيب انا ممكن استخدم دي في ايه؟ شوف لما انت بتيجي مثلا تكبر السكرين العنصر بيحصل له ايه؟ بيتمدد معاك، بيكبر معاك، ولو صغرت السكرين بيبتدي ان هو ايه؟ يصغر معاك. طب انا مش عايز نقطه الصغر والكبر دي، مش عايز ان هو يصغر بالطريقه دي ولا يكبر بالطريقه دي، فبشوف ويتس معين او عرض معين او ارتفاع معين بقول له اخرك كذا وايه واقل حاجه فيك كذا، بحيث ان انا لو قليت عن كده لا هو ما قلليش عن كده، ما قلليش عن الحجم ده وما يعلاش عن الحجم ده. لو جيت هنا قلت له اللي هو 2 ده الماين ويتس بتاعك 50% ما تقلش عن 50%، وجيت صغرت قال لي معايا عن 50%، تمام. طيب قلت له ماكس
90 مثلا في المية. هيزيد ويقل عادي ولا كأني قايل له ايه ماكس او ماين؟ طيب ليه الموضوع ده؟ بحيث ان انا قلت له 50 بكسل، تعالوا نجرب البكسل تايب، وقلت له ماين ويدث 50 بكسل، خليها 150، وبقول له اقل حاجه 150 ما تقلش عن كده، واعلى حاجه 250 بكسل. حطينا كلام ايه؟ حطينا كلام جوه هتفرق لو هيبقى سكرول بالتالي لو قلنا قلنا اكتر مش. طيب نبص كده مع بعض. قال لي عن 150 مش هيقل ولا هيزيد عن كده. عارف ليه؟ هقول لكم ليه دلوقتي. هقول لك ليه. انت مدي له ويتس 50% من عرض الصفحه وانت بتكبر الصفحه، اذا ال 50% اصلا عرض ايه؟ هتزيد. لما اقول لك انا وانت مشتركين في حته ارض وبالنص ما بيننا، انت 50% يا معلم وانا 50%، تمام؟ طيب الارض دي لو زادت عن 3 فدان 4 فدان، انا 2 وانت 2، 6 فدان انا 3 وانت 3، كل ما الارض تكبر انا لسه 50%، بس هي الارض اللي بتكبر. طيب لو قلت لي انت ليك في الارض دي 200 متر وانا 200 متر، لو الارض بقت 2000 متر هل هيفرق معايا؟ انا مش غير 200. يبقى اذا النسبه المئويه هي بتاخد النسبه بتاعت الصفحه. بقول الصفحه مثلا 2000 بكسل انا هاخد 1000، الصفحه بقت 3000 بكسل انا هاخد 1500، تمام؟ كذلك لما تقل. لكن لما تقول له هنا انت ليك 150 بكسل بس، الصفحه لو بقت مليون بكسل مش هاخد غير الايه؟ ال 150 بس. ده الفرق ان بين البكسل والبرسنتج، تمام لحد هنا؟ لو جيت لللينك وقلت له باك جراوند يلو، اللينك اللي قدامي ده قلت له باك جراوند صفر، وقلت له الويتس بتاعك 200 بكسل، هو ليه الويتس ما زادش؟ 2000 بكسل برضو ما زادش، 20% برضو ما زادش. طيب لو قلت له هايت 20 بكسل 120 بكسل ما بيزيدش، تمام؟ لان الاليمنت اصلا تمام اللي هو ان لاين هو ما لهوش ويدث وهايت، تمام؟ ومش هتقدر ان انت تحدد له ويدث وهايت. طيب احددها له امتى؟ لما احطه في اليمنت بلوك، لما احط العنصر الان لاين في ايه؟ في اليمنت بلوك ديف يعني، او اي عنصر بلوك تاني. طيب جه واحد قال لي طب ما الايمج ان لاين وبديها ويدث وهايت بتكبر. طيب الويتس والهايت في الايمج تمام غير الويتس والهايت في الايه في الانكور تاج. ليه؟ لان الايمج اصلا اساسي لازم يتحط لها ويتس وهايت، اما في اللينك او في الانكور تاج انا ما اقدرش اعمل كده، تمام؟ لو تفتكروا في الاتريبيوت بتاعه الايمج كنا بناخد الايه الويتس والهايت، فبنعمل لها سيت من سي اس اس من هنا عادي، لكن هنا ما اقدرش، هو اصلا ملوش ويتس وهايت، الانكور تاج ملوش ويتس وهايت، فما اقدرش ان انا اعمل لها سيت من السي اس اس. طيب طب انا عايز اكبر الزرار شويه يا عم، انا بشوف ازرار كبيره وبتبقى لينكات، يعني هو انا كده ما اقدرش اتحكم في الويدث والهايت؟ لا اقدر، بس عن طريق الايه البادنج زي ما احنا خدناه المره اللي فاتت. ايه احنا لسه ما خدناش الفونت سايز. يعني ما في صورة بس عايز اوريها لكم.
طيب بص الصورة دي يا شباب، بيقول لك لما نيجي نتكلم عن اللي اوت المحترم او اللي اوت عموما، احنا بنتعامل مع اي عنصر عندنا في السي اس اس على اساس ان هو بوكس. تمام، بنتعامل على اي عنصر عندنا في السي اس اس على اساس ان هو ايه؟ بوكس، صندوق. طيب الصندوق او البوكس موديل ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم ايه؟ طب هي موجودة في الفيديو، هبعتها لك. حاضر، هحطها لك في الجروب. بيقول لك ان البوكس بيتكون من كونتنت والبادنج والبوردر بتاعه، دي اللي شفناه في الموزيلا فايرفوكس. تمام، وان باقي المساحة اللي حواليه دي هي المارجن. تمام، خلينا متفقين على حاجه زي كده. طيب ايه النقطه من هنا؟ النقطه ان احنا عندنا المفروض نتحكم في البوكس موديل ده او البوكس سايز ده هيبقى عباره عن ايه. تمام، يعني ايه برضو؟ مفيش حاجه واضحه لحد دلوقتي. لو انا جيت قلت لواندا انت ليك بوردر 40 او 4 بيكسل سوليد، الكالر بتاعه بلاك، وليك بادنج 20 بيكسل من كل النواحي، وليك مارجن من كل النواحي برضو، سيبك من المارجن دي، 14 بيكسل من كل حتة. وجيت قررت ده هنا كده بالطريقة دي. تمام، وجيت قلت له بقى ايه؟ قلت له بوكس سايز كونتنت بوكس، هي مفيش حاجه اتغيرت. طيب بوردر بوكس، لا دي الدنيا اتغيرت قوي هنا. ليه اتغيرت؟ لو انا جيت خدت دي كوبي وعملت دي كونتنت ودي بوردر، شلت البوردر، ده الوضع العادي بتاع الصفحة. طيب خليتها بوردر بوكس، لاحظوا اللي هيحصل. أول ما رجع الكونتنت بوكس ده وضع الصفحة العادي، نيجي نرجعها تاني للبوردر بوكس هترجع للحجم ده. طيب انا مش فاهم ايه موضوع البوكس سايزنج وايه بوردر بوكس وايه كونتنت بوكس وايه الكلام ده. بيقول لك هنا ان انت لما تخلي السايز بتاع البوكس اللي هو قدامك ده، احنا بنتعامل معاه اساس انه بوكس، لما تخلي السايز بتاعه نسبة للكونتنت اللي جواه، ده مش صح. هو ده وضع الصفحة الطبيعي، بس ده مش صح خالص، لان ده بيبقى منسوب نسبة للتكست اللي جواه، للايمج اللي جواه. تمام، تيجي تزود بادنج فالبادنج يزيد فوق الايه؟ فوق الكونتنت اللي جوه الايه؟ البوكس، فبالتالي يعمل لك مشاكل اصلا في الصفحة. تمام، وده ما ينفعش خالص. لكن لو جيت نسبة هنا بقى، ان انا المفروض البوكس سايزنج بتاعي يبقى نسبة للايه؟ للبوردر بتاعه بالنسبة للكونتنت نفسه، ازود بادنج للكونتنت، عفوا ازود بادنج للاليمنت نفسه مش للكونتنت اللي جواه. طيب في ايه تاني؟ لو بصينا في الصورة دي مش ده البوكس موديل؟
انا هنا ممكن اقول له البوكس سايز بتاعي نسبه للايه، للبوردر، تمام، او نسبه للايه، او نسبه للايه، او نسبه للايه. طيب الوضع الطبيعي بتاع الصفحه بيبقى ايه، والمفروض الصح ان انا اعملها نسبه لايه عشان يبقى على قد الاليمنت ايه نفسه، ما يحسبليش البوردر من ضمن الايه السايز، بس يحسب لي البادنج والكونتنت. لو عملتها من مارجن هيحسب لي ايه، هيحسب لي الكونتنت والبادنج والبوردر، تمام. طيب ملاش علاقه بترتيبها صح؟ ايه ملاش علاقه بترتيبها؟ يعني ايه ملاش علاقه بترتيبها؟ يعني بروس سايزنج قبل ما اعمل بوردر او بعد مش هتفرق. لا يعني انا لو جيت هنا قال لك ان انت لو جيت في البوكس سايزنج دي اللي هي فوق خليتها كونتنت بوكس، قال لك ده هيبقى الكونتنت بتاع البوكس لما في تكست وفي ايمج موجودين. طيب لو خليتها بادنج بوكس قال لك دوت هينظف الاريا، تمام، بس هيحسب لك هيخلي البادنج ايه ترانسبيرنت، مش هيحسب لك البادنج، خلاص تمام. طيب البوردر بوكس دي اللي بنعملها بقى، ده بيقول لك ايه، هيحسب لك البادنج والكونتنت حوالين الاليمنت، يعني هيمشي حوالين الاليمنت، وده اللي احنا عايزينه وده الصح اصلا، تمام. المارجن ده مش هيحسب لك المارجن، بس هيحسب لك البوردر والبادنج والكونتنت، تمام لحد هنا. طيب يعني انا المفروض اعمل ايه؟ المفروض اروح لكل عنصر اقول له بوكس سايزنج بوردر بوكس، بوكس سايزنج بوردر بوكس. لا طب ليه، فاكر لما خدنا المره فاتت ان انا قلت لك المفروض في اي تصميم تقول له اول كل العناصر مارجن زيرو والبوكس سايزنج هنا اقول له ايه بوردر بوكس. اذا كل العناصر بقت نسبه للايه، للبوردر بوكس، والمارجن بتاعها زيرو. طب انت تديها مارجن زيرو وترجع تديها مارجن هنا 20 و30 ومش عارف ايه، اقول لك طيب لو بصيت معايا، لو انا لغيت بمارجن زيرو دي ولغيت اي مارجن هنا في الصفحه، مارجن مارجن لغيتها، حد شايف اي مارجن تاني في الصفحه؟ طيب شايفين الاليمنت في محاذاه من هنا، وشايفين اللي فوق ده، ما ده يا جدعان يعتبر واحد بيكسل. طيب لما انا اجي اقول له بقى الجيلي كمان البوكس سايز، طيب خلي البوكس سايز بالنسبه للبوردر بوكس وما تحسبليش يا عم البادنج، وانا عايز المارجن في كل العناصر زيرو. هتقول لي ايه ده، ده كانوا واخدين مارجن بس انا دورت في الصفحه ما لقيتش فين المارجن ده. اقول لك ان البراوزر او المتصفح بتاعك باي ديفولت بيحذي لك العناصر اصلا، فانت المفروض لما تبدا اي ديزاين تعمل ايه، مارجن زيرو على طول، وتخلي البوكس سايزنج ايه بوردر بوكس. اقول لك المفاجاه، بيدي لك كمان بادنج من عنده، وده ما ينفعش صفر. يبقى اول مبدا المارجن صفر، البادنج صفر، البوكس سايزنج ايه بوردر بوكس. انا كده ببتدي اصمم الصفحه بتاعتي على مزاجي، محدش مدي لي مارجن من هنا، محدش مدي لي بادنج من هنا، محدش شغال معايا في الاليمنتس بتاعتي، تمام. طب انت ليه بتقول له قول، ليه بتقول له كل العناصر؟ هقول لك عشان انا مش كل عنصر اروح ادي له ايه مارجن وبادنج زيرو، وبعد كده ابتدي اشتغل عليه تاني، بعد كده اقول له بوكس سايزنج بوردر ايه بوكس. طيب تمام لحد هنا، اتفضل. طب تعالى نجرب، مش دي باك جراوند اريا ريد؟ لو انا لغيت مثلا وليكن، ايه اللي حصل؟ ما اشتغلش. طيب جيت انا عملت ايرور في الويتس، تمام، ايه اللي تأثر السطر اللي بعديه؟ طيب جيت عملت كده، فاهم؟ فهنا في بس نوعين في النقطه دي، ان انت لو شلت الكيرلي بريسز بتاعت الاليمنت اللي بعديه، تمام، الاليمنت اللي بعده الستايل بتاعه كله او الستايل بتاع الصفحه كله ايه هيوقف. اه لكن في حاله ان انت مثلا اللاين ده عملت فيه ايرور، اللاين بس هو اللي هيتاثر، لكن باقي الاوامر ايه هتتنفذ. لا هتتنفذ، ما هو انا عامل ايرور في اللاين ده. اقول لك حاجه، انا عامل ايرور كبير هنا في كل حاجه، بص element 1 ما خدش اي حاجه وبقى في ايرور والدنيا باظت عنده، بس element 2 ايه
شغال. ممكن ادي ميرج اي حاجه باي رقم عندي. ممكن تعمل ايه؟ ممكن ادي يعني الوان دي ممكن اديها مارجن جديد. اديها مارجن جديد اهو. لا لو انا جيت كده قلت له مارجن توب 100 بكسل مارجن ليفت 800 بكسل اهي. بس لو انا شلت مارجن زيرو هيزود لي ايه المارجن بتاع المتصفح. بص وانا مش عايز الحته دي خليتها زيرو رجعت اللي انا بديها 800 بكسل بالظبط. شلت المارجن خدت بتاعت المتصفح. لحد هنا حد عنده اي مشكله؟ فهمنا ايه هو البوكس موديل؟ ايه؟ والله انا ما اعرفش كل متصفح بيدي كام بكسل، بس ممكن نبقى نخش كده مع بعض على مواقع المتصفحات المشهوره ونبقى نشوف ايه يعني كل مارجن بيديها كام بكسل. او ممكن اشيل مارجن زيرو دي اصلا واخش كده اقف على الاليمنت ده واشوف فين فين فين. مارجن 800 مارجن 100 الديسبلاي بتاعه بلوك مش عارف هو بيدي كام بصراحه او مش مكتوب يعني. ممكن توقف على نفسه او مش هيكتب لك، هيكتب لك صفر بحيث ان هو اصلا مديها من عنده. طيب زي ما عندي بوردر عندي حاجه اسمها اوت لاين. يعني لو جيت هنا قلت له اوت لاين كولر بلو اوت لاين ستايل سوليد اوت لاين ويت 10 بكسل شايفين؟ يبقى هنا هي واخده بوردر واخده ايه؟ اوت لاين واخده بوردر واخده اوت لاين. ما انا هقول لك ايه اوت لاين دلوقتي. بيقول لك الاوت لاين ده اصلا ستاند اوت الاليمنت بره الاليمنت بره البوردر كمان تمام؟ اوت لاين كده زي برواز ماشي بس بره الاليمنت خالص وبره البوردر بتاعه وبره البادنج بتاعه. كانك من الاخر كده انت بهدومك بدنيتك كده وانت جاي جايب بقلم ورسمك ده الاوت لاين. بس جوه المارجن صح؟ جوه الايه؟ جوه المارجن. جوه لا مش جوه المارجن. انت قصدك في البوكس موديل؟ لا هو ملوش دعوه بالمارجن. طب امتى استخدم ده؟ امتى استخدم البوردر؟ ما هقول لك حاجه هنا الاوت لاين ان انا عملت منه حطيته كره ايه اللي هيبقى قبل؟ ماشي انا دلوقتي نعتبر ان انا شلت ال 10 بكسل دي خليتها 0 بكسل. هل مساحة العنصر اتأثرت؟ هل المارجن راح يمين او راح شمال؟ طيب جيت مثلا في البوردر زودت البوردر 45 ايه اللي اتأثر؟ مساحة العنصر فات. يبقى مجرد الاوت لاين ده مجرد رسم درو فاهمني؟ انا بجرب معاك اهو بص البوردر 41 أثر لي على العنصر لكن انا جيت هنا خليت الاوت لاين 40 هو بره العنصر اصلا ملوش دعوه بالعنصر في حاجه تمام. اما استخدمش الاوت لاين دي كتير ومش فاكر انا استخدمتها اصلا يعني بس خليها موجوده. ممكن العب في الروتس والكوال بتاع الاوت لاين اهو اوت لاين ويتس اوت لاين ستايل اوت لاين كولر. هتقولي طب انت ليه ما كلمتناش عن الفاليو بتاعتهم؟ هقول لك لان هي بوردر الكولر بتاخد كولر الستايل بتاخد سوليد او دوتد او داشت زي ما عرفنا تمام. الويتس بياخد بالبكسل او برسنتج وليها برضو اختصارها كاني زي قلت له بوردر هنا 4 بكسل سوليد بلاك هقول له هنا اوت لاين برضو ايه 4 بكسل سوليد يلو. اشتغلت نفس السنتاكس بتاعت الايه البوردر لحد هنا تمام. حد عنده اي مشكله؟
احنا اتكلمنا كتير قوي بقى عن الاليمنتس والبوكس والكلام ده، نرجعها بس مارجن ليفت زيرو 10، ونجيب مارجن ليفت ال2 ونخليها 10. عايزين بقى، انا خلاص عرفت البوكسات وتعاملت معاها وظبطت الدنيا، انا عايز بقى لو اعرف ان انا لو عندي باراجراف تكست عموما يعني، وعندي هنا تكست، اي كلمه او اي كونتنت بيطلع من ال HTML بتاعك هو تكست. يعني ايه؟ يعني ال HREF ده، اللينك ده هو تكست. هو عامل التاثير على ايه من اصلا من جواه؟ على كلمه، على تكست، نص. طيب الباراجراف عامل تاثير الباراجراف على ايه؟ تمام. الديف هيخليه اللي جواه ايه؟ ده تكست برضو. اذا اي تكست بكتبه جوه اليمنت هو تكست. يعني اي اوتبوت هيطلع لي دلوقتي تكست، ده تكست، واللي طالع بره الديف ده تكست. نديله بس هايد، احنا مقللين الهايد بتاعه جدا. هايد شايفين كده، نخلي الباك جراوند بتاعته واضحه وليكن يلو، ونخلي الويتس بتاعه 500 750، بس احنا مديله ماكس ويتس 250، نخلي الماكس بتاعته ما يعلاش عن 1000 بس. شايفين كده صح؟ انا عايز بقى اتكلم مع التكست اللي جوه ده، عايز اعمل تاثيراتي عليه وعايز اتكلم معاه. اول حاجه بتكلم فيها مع التكست، ايه اللون بتاعته ايه؟ ماشي. اول حاجه بتعامل بيها مع التكست هي الايه؟ الكالر. لون الكالر بتاعي او لون التكست جوه هيبقى لونه ايه؟ ممكن اديله اي لون انا عايزه. طيب بناء على ايه بتكتب الارقام وبتكتب الالوان وبتكتب الكلام ده؟ احنا اتكلمنا عن الايه، السيشن بتاعت الالوان، وعرفنا ان انا عندي الهكس ديسيمال اللي هي بكتب الهاش والرقم، وعندي الار جي بي اللي هي ريد والجرين، الجرين عفوا والبلو، تمام. وعرفت ان انا عندي الار جي بي اي اللي هي الريد جرين بلو الفا، الفا اللي هي اللي هنقول ان هي الشفافيه، تمام. وعرفت ان انا عندي اسم اللون نفسه، هو بياخد كل الخصائص دي، اقدر اتعامل معها باي ايه طريقه. هنقول مثلا انه ده اللون بتاعه، بص قبل اي حاجه بيسالني انت عايزه ار جي بي اي ولا هيكس ديسيمال ولا اتش اس ال اي، ودي ما اتكلمناش فيها خالص، ولا ار جي بي اي ولا هيكس ديسيمال برضه. تمام، دي اول حاجة بتكلم فيها ايه؟ مع النص بتاعي. طيب ايه تاني اقدر اتحكم فيه؟ مش هقدر اتحكم زي في الوورد في المحاذاة بتاعت العنصر، قصدي عفوا بتاعت التكست، تمام. مش التكست في الوورد بجيبه يمين بجيبه شمال بجيبه في النص، نفس الكلام هنا بقوله تكست اللاين. طيب انا اللي اقدر احاذيه ايه؟ قالك ليفت اللي هو رايت زي ما هو كده، ليفت قصدي يعني شمال زي ما هو كده موجود بالطريقه دي. طيب رايت جالي ايه؟ يمين. هو ما بداش من اليمين للشمال، هي لسه مكتوبه لو تاخد بالك مكتوبه ايه؟ لورين ابوزر من ايه؟ من الشمال برضو، بس هو العنصر خد بعضه كده وقام جاي ايه؟ لازق في اليمين، تمام؟ يعني دي ملهاش دعوه بالدايركشن، ملهاش دعوه هو هيبدا يكتب من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين، هو هنا بيعمل له اونلاين بس، تمام؟ يعني ايه بيعمل له اونلاين؟ يعني بيحذي بيجيبه لك يا اما يمين يا اما شمال زي ما هو، يا اما ايه؟ سنتر في النص، تمام لحد هنا؟ طيب
في ايه تاني اقدر اتكلم معاه مع التكست؟ قال لك شايف تكست اونلاين دي، لو دوست فيها سبيس هيجي لي حاجات كتير قوي، منها حاجه اسمها جاستيفاي. يعني ايه جاستيفاي؟ تعال نشيلها كده بقت بالطريقه دي، تعال نحطها تاني. شايفين السطور بقت ايه؟ قد بعض، تمام؟ هتاخد عرض الديف كله وهتبقى تحت بعضها بشكل متساوي. يعني الكلمه دي لو كملت، تعالى كده نعمل كده، ريفريش. شايفين جايين ايه بالظبط؟ تقول لي يا عم انت بتضحك عليا، شيلها لي وريني. ده شكلها وده جاستيفاي. نرجع تاني مرجان جاست فاي، نخليها ليفت زي ما هي جاست فاي. هو ال هناخد هو الكليك مثلا لما الماوس يتحرك عليها مثلا تغير لونها كده، ده لسه ده مش سي اس اس. صبر صبر، مثلا هو موجود معانا ما تقلقش في الشنطه، بس ايه يعني اصبر. اه ناخد ناخد اللكتشر بتاعتنا بس، تمام. يبقى اهم او اهم فاليوز انت معرفة محتاج تعرفه في التكست اونلاين ليفت رايت، ايه تاني؟ سنتر، جاستيفاي. خلاص تمام لحد هنا. طيب في حاجه بقى مضايقاني، ايه هي اللي مضايقاك؟ لو انا جيت قلت لي بص انت مش تقول لي انا بتعامل مع التكست، ما هو ده تكست يا عم، كلمه كليك دي تكست، وبص تحتيها خط واخده ايه شكل كده مش لطيف، انا ما بشوفوش اصلا في ايه في المواقع. يعني ايه تاخد خط؟ اقول لك تعرف انت ممكن تحط خط فوقيها كمان وخط جنبيها وتعمل فيها اللي انت عايزه، ده اسمه ديكور او ديكوريشن. طيب بتحكم فيه ازاي؟ مش دي تكست اونلاين؟ تمام، واي حاجه بتحكم فيها هي تكست، فهقول له تكست ديكور ريشن. طيب هتقول لي لا هي على فكره تكست ديكوريشن دي اختصار، بقول لك تكست ديكوريشن اختصار لتكست ديكوريشن كولر والتكست ديكوريشن لاين وسكيب لينك وستايل وحبه حاجات كده انت مش هتحتاج منها غير التكست ديكوريشن اللي هي الشورت كات بتاعتها. طيب ليه؟ لو جيت بصيت كده شايف اللاين اللي تحت ده، لو قلت له نون غير موجود ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة، عشان انا هنا في الايه؟ في الديف اصلا. طيب محتاج اخش للايه؟ لللينك. اه معلش اتشالت صح؟ طيب في ايه تاني ممكن اعمل ايه تاني؟ قالك اديها بلو كده او براون، ما اشتغلتش. لا هقول لك حاجة، انت هنا اول حاجة او اول فاليو بتاخدها انت بتحدد فيها ايه؟ النوع الديكور بتاعك. فانا ممكن اقول له مثلا ايه؟ اوفر لاين. شايفين السطر طلع فوق بس مش عارف حد يشوفه ولا لا، بقى فوقيه. طيب في ايه تاني؟ اكيد في اندر ايه؟ لاين اللي هي الطبيعيه. طيب في لاين، تمام. ايه اللي حصل للخط؟ خد لون براون، تمام. اذا التكست ديكوريشن بتاخد شكل الديكور اللي هيتحط على التكست. فاكرين في الوورد مش في اندرلاين وفي الايتاليك وفي الحاجات اللي مايله وفي الكلام ده كله؟ نعتبر ان هي دي نفس الكلام، انت بتتحكم هي اندرلاين ولا اوفرلاين ولا اللاين عليها جاي مشطوب، تمام. بتتحكم في لون اللاين ده؟ بتتحكم في اللاين بس. اه طيب انا بصراحه ما بحبش اللاينات، فقول له ايه؟ نون، تمام. شايفين الكليك بقت ايه شكلها؟ ايه زرار. لو جيت قلت لها مارجن توب 110 بكسل، ما بعدتش 10 بكسل عشان هي ايه؟ انلاين مش بلوك. يجي واحد طيب يقول لي حطها لي في ديف كده، ديف كلاس مثلا بوتو،
وتعالى غير لي دي لكلوز بوتون ونشوف التغيير الفظيع اللي هيحصل. ما تشالش الاندرلاين، الباك جراوند بقت للديف كله وده ما ينفعش. تخيل كل ده هيبقى زرار، لا وما بقاش زرار، بص الكليك ما بيجيش ايه، الماوس ما بيجيش غير على ايه، على كلمه كليك. يبقى اذا عشان اتحكم في التكست انا ديف، هل ديف جوه تكست؟ لا، جواه انكور تاج. تمام، اذا مين اللي جوه التكست؟ الانكور تاج. يبقى انا محتاج اخش جوه الديف ايه، اتحكم في الشيء اللي جواه التكست اللي هو الايه، الانكور تاج. والانكور تاج واخده كلاس ايه، اتش. يبقى انا محتاج اصلا البوتون يبقى كلاس اتش بالطريقه دي، وعشان اتحكم في الديف بتاعه اقول له كلاس بوتون عادي، مارجن توب 100 بكسل. طيب ممكن اخليه شكله زرار اكتر من كده ازاي؟ مارجن ليفت 20 بكسل، اقول له بوردر ليفت، بوردر شمال بس 3 بكسل سوليد. يلا او خليها مثلا جري. ظاهر كده يعتبر بوتون اهو. تمام، طيب تكست ديكوريشن انا عملتها نون، وفي منها الاندرلاين والاوفرلاين واللاين اللي هي يعتبر اللاين المشطوب عليها. طيب في حاجه تانية اتحكم فيها في التكست بالظبط زي برنامج الوورد. هنا لو تلاحظ في حروف كابيتال وفي حروف ايه، طيب انا عايز الحروف كلها كابيتال اصلا. تكست برضو ترانسفورم، عارف ترانسفورمرز؟ تمام، او الترانسفورميشن التحويل. انا هنا بحول كل العناصر اللي عندي، واحد فين ماشي، ديف 2 ماشي. عندي سؤال بقى، اتفضل. ليه ساعه الانكور ك انكور تاج عملنا كلاس ليها مع اننا كنا ممكن نعمل بطل ايه مثلا؟ لا ما عشان احنا لسه ما خدناش النستنج، فاهمني؟ لسه ما خدناش الجزئيه دي. التكست ترانسفورم بيتحكم في ايه؟ ترانسفورم بحولها لأوبر كيس كلها او لور كيس كلها. طب يجي واحد يقول لي يعني فاكر لما احنا شرحنا الاليمنتس او العناصر في اتش تي ام ال اللي بتخلي لك حته اوبر كيس وحته لور كيس، طب انا ليه بقى استخدم الاليمنتس في اتش تي ام ال واكبر اتش تي ام ال بتاعتي طالما انا اقدر اتحكم في ايه؟ في العنصر من هنا لور كيس. طيب في حاجه تانية غير اللور كيس والاوبر كيس؟ فول ويدث. يعني ايه فول ويدث؟ كل جمله تاخد الويدث الايه؟ الكامل بتاعها. شايفين كلمه لورين بقت قد ايه؟ ابوسون بقت قد ايه؟ بقت بين كل حرف وحرف حاطط لي ايه؟ ويدث 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 ويدث. تمام؟ طيب عندي ايه تاني غير فول ويدث؟ انا بدوس سبيس وبشوف لور كيس الكابيتالايز. ايه الكابيتالايز؟ بيخلي لك اول حرف من كل اول جمله ايه؟ كابيتال. تمام، اول حرف من كل جمله كابيتال، اول حرف من كل جمله كابيتال بعد كل كلمه. بعد كل كلمه عفوا. تمام، اذا هو وفر عليك ايه؟ وفر عليك كتير جدا، بدل ما انت تخش اصلا في اتش تي ام ال تصحح ده وتجيب المقاله كل حرف او من اول كلمه تخليه كابيتال. طيب في حاجه تاني، في نون لو هي اصلا واخده ستايل خليه ايه؟ نون. عندي سؤال بس. اتفضل. لو احنا عايزين الديب يبقى على قد الكلام بالظبط بحيث انه يكبر ويظهر معايا، يعني لو الكلام زاد الديب يكبر، لو الكلام قل الديب يظهر. لو انا جيت كبرت الكلام هنا بالطريقه دي ايه اللي حصل؟ طلع بره الديف. طيب ليه الديف واخد ايه؟ ماكس يعني هايت 605
سيبك من ماكس كأنك مش ما شفتوش، هو مش موجود اصلا. فين الماكس هايت؟ اه مش تبعنا ده. ماكس هايت فين 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 فين؟ اه احنا في تو دلوقتي. طيب مفيش ماكس هايت، لو انا شلت الهايت خالص الديف خد ايه؟ اه بالظبط، انا حددت له ايه بالظبط؟ اللي هو مهما زادت قطعه الارض انا ماليش غير الحته دي، فاهمني؟ 20%. طب في حاجه تانية كان بيخفوا بقى الكلام اللي بره؟ لا دي الاوفر فلو لسه ما خدناش، فاهمني؟ البرسنتج مش هتشتغل معاك في الهايت عشان لسه ما شرحناش الجزئيه دي. فاذا انت حددت له هايت 100 بكسل مش هيخرج عنه، الكلام خرج مفيش مشكله، لكن الديف حجمه ايه؟ مش هيخرج عن كده. الا بقى ايه؟ لو انت حاطط باراجراف جواها جوه 2 دي زي ما احنا حاطين باراجراف كده، نيجي نقول له ايه؟ هايت 10 بكسل برضه مش هتشتغل معاك. يبقى اذا ايه؟ انا لو حددتش هايت، الهايت هيبقى على حسب الايه؟ الكونتنت. لسه ما خدناش الاوفر فلو، لسه ما دخلناش في الايه؟ في الجزئيه دي. طيب لحد هنا تمام يا شباب؟ طيب في حاجه احنا اتكلمنا عن الانديدنت، ان انا وانا بكتب ادوس تاب وانا بكتب الكود ادوس تاب، يبقى احنا عارفين ان نقطه التاب دي انديدنت. في حاجه عندي برضو اسمها تكست. انا بتعامل مع تكست يا شباب كاني بتعامل في الايه؟ في الوورد بالظبط. عندي تكست انديدنت، لو انا قلت له انديدنت 20 بكسل عمل ايه؟ تمام. بيقول لك ان هي بتستخدم عشان تعمل انديدنت الاول سطر. هل دي بقى مهمه وتقعد تذاكرها ولو نسيتها تبقى مشكله؟ لا يعني انا ما اظنش ان واحد هيحتاج في الديزاين بتاعه قوي ان هو يعمل انديدنت الاول سطر، بس انت عارف ان هي ايه؟ موجوده، فاهمني؟ خليها موجوده برضو. عندي حاجه من الحاجات اللي انا بستخدمها في الديزاين كتير بصراحه اسمها ليتر سبيسنج، ودي اللي انتوا كنتوا بتغلبوا فيها لما تيجي كده واحد يقوم عايز يعمل مثلا ايه؟ كلمه طويله عريضه كده ويفرق ما بين الكلمات، فيحط هنا ايه؟ سبيس، هنا سبيس، هنا سبيس، او يعمل ايه؟ ات اند، قصدي ان بي اس بي، ويكررهم 20 30 مره. وده ما ينفعش، انا عايزها لمجرد الديزاين، ليه اخرب في الاتش تي ام ال؟ فبقول له الليتر سبيسنج، المسافه ما بين الايه؟ الحروف. المسافه ما بين الايه؟ الحروف. قلت له المسافه بين الحروف كام؟ 20 2. طيب نشوف هي بتكبر كده مع بعض. 3 4 5 6 لحد ما ايه؟ في ناس ممكن تعمل الموضوع ده باك جراوند، خد بالك، تخليه بالطريقه دي باك جراوند. لو جينا عملت كده وخلينا ال 2 دي الويتس بتاعها 100%، بص زي في ويب سايت اسمه ألف بتاع كتب وكده، عامل نفس الستايل ده بس الحروف العربي. طيب حاجه من اهم الحاجات برضو اللي عايز اقول لك عليها، في بدل برضو طالما في سبيس بين الليترز بين الحروف يبقى اكيد في بين السطور ايه؟ لاين هايت. بس اللاين هايت بقى هنا خد بالك ما تقولوش 2 بيكسل، بص 4 5 6 7 ايه راحت فين؟ لو كتبتها بالبكسل هحسبها لك بالبكسل. طب لو كتبتها كده المسافة بين السطر 1، المسافة 2 في مرتين، في 3 في 4 في 5. طب انا عايزها بالبكسل، مفيش مشكلة اجيبها لك بالبكسل، اجيبها لك بالبكسل. لحد هنا تمام يا شباب؟
طيب في حاجة بقى من أهم الحاجات لما أنت تيجي تكتب بالعربي، تمام؟ في هنا إيه؟ تعال بس نجي اللاين هايت دي، هقول له إيه؟ مش اللاين بقى، تكست دايركشن. اسمع للآخر بس، تكست دايركشن دي غلط، لأن أنا مش مجبر إن أنا أعمل دايركشن للتكست بس، ممكن يبقى الحاجات كتير جدا، فأنا ممكن أعمل أقول له إيه؟ دايركشن بس. RTL يعني ايه RTL؟ right to left، right to left، RTL right to left. بتخلي الكتابة من الايه؟ طيب لو عايزها من الشمال لليمين هتبقى ليفت تو ايه؟ حلقت مفاجأة ليه؟ طيب بقت ال تي ار، يبقى دي ايه؟ ال تي ار. لا هيخليه بادئ من الشمال زي ما هو، لكن ار تي ال هيبقى بادئ من ايه؟ من اليمين. بص لو تلاحظ خد الانديدنت منين؟ الانديدنت بتاع اللاين التكست انديدنت، بحيث ان انا لو قلت له ار تي ال ال تي ار عفوا خدها منين؟ من الشمال. ار تي ال لما بقول له خد الكلام من الشمال او يمين، لا بس هنا دي اللاين، لو قلت له اللاين رايت الكلام كله هيروح رايت، بس يفضل انديدنت منين؟ من هنا. هو بيودي، هو بيقول لك ايه؟ اتحرك من اليمين ولا ابدا من اليمين؟ فاهم؟ اتحرك لليمين غير ابدا من اليمين، دي ابدا كتابه او ابدا عناصر كلها من اليمين، فاهم؟ كذلك صوره، كذلك اي حاجه. الدايركشن ار تي ال يعني رايت تو ليفت، وتي ار رايت تو ليفت، و ال تي ار يعني ليفت تو رايت. ليه لو حبيت احط مثلا عربي على انجليزي بالظبط يعني بقى. طيب في حاجات، هي في واحد بس معلش نبدا نخش في الحاجات المهمه. في بروبرتي اللي بتكون مش هينفع ما ادوهالكش. ايه هي؟ الورد سبيسنج 20 بكسل. ايه ده؟ طب ما في ليتر سبيسنج وورد. ليتر يعني حرف، المسافه بين الحروف. الورد المسافه بين الايه؟ بين الجمل. بين الجمل ايه نفسها؟ كلمه ولا كلمه؟ انا عندي في الجمله يا الكلمه، فاهم؟ اه يعني الكلمه نفسها، المسافه بين الكلمه، بحيث ان الليتر سبيسنج المسافه بين الايه؟ بين الحرف. دي نعمل كومنت هنا، دي نقول لا مش كل الكلمه. واحد يقول لي وانا هفتكر كل ده؟ لا بس انت عارف ان هو موجود، فاهمني؟ الكلمه وهنا الايه؟ عشان انت بتبقاش عامل بروتوتايب او واير فريم. طب انت عملت واير فريم بس مش عارف تنقلها من هنا لهنا لهنا، صح؟ مش عارف. مثلا لو عايز الصوره مثلا اخليها على اليمين وجنبها حاجه ثانيه وتحتها كذا، يعني هنظبط الموضوع ده بالديسبلاي والبوزيشن والفلوت، وفي قدام في سي اس 3 هنظبطه بالايه؟ بالفليكس بوكس والجريد سيستم. اما ايه الحاجات اللي سمعت عنها؟ انا خدها، انا خدها. في حاجه بقى، سيبك بقى من يعني الهري ده كله، في حاجه من الحاجات اللي انا بشتغل بيها كتير وهي التكست شادو، الظل. طيب الظل بياخد ايه؟ بياخد طيب لو انا جيت قلت له الكلر، انا عايز الكلر بتاع الشادو الظل ريد، وعايز القيمه الاولانيه 20 بكسل والثانيه 20 بكسل والثالثه 20 بكسل. سيبك من التالتة. ايه اللي حصل هنا؟ عمل لي شادو. هو ايه يعمل فعلا؟ ثانية واحدة.
تمام. طيب ايه القيمه الاولانيه؟ القيمه الاولانيه للشادو هتلاقيها ايه؟ يمين بس. واحد يقول لي طب انا عايز اجيب الشادو شمال، هتبقى سالب فتروح لك ايه؟ شمال. طيب يبقى القيمه الثانيه اكيد فوق، وايه هتجيبها لك ايه؟ تحت على طول، عايز اجيبها فوق سالب. ان شاء الله كده بقيت شد. يعني اثنين مثلا من هنا واثنين من هنا اهو. خلي رمادي بدل الاحمر ده، وانا مش شايف حاجه. تمام، عرفنا ايه تكست شادو كده. احنا الحمد لله خلصنا من الايه؟ من التكست. ايه هو ايه هو ايه اللي السي اس اس هو ليه؟ ايه كله عايز تعمل على كلمه من التكست كله؟ مفيش مشكله، تعالى كده. انا عايز اخد الجزئيه دي او الكلمه دي واعمل عليها مثلا، عارف ايه؟ يا اما اروح احطها بين باراجراف، يا اما احطها بين ايه؟ اسبان. انا باخد ايه نقطه كده من البحر. طيب اقول له الاسبان ده عادي كلاس مثلا بارت اللي هي جزء من الكلمه مثلا، واجي هنا اقول له انا عايز على الاسبان اللي بارت كولر ريد. اه ما خدتش اند تاج، دايما بتيجي بعد الحادثه، مش حدش بيجي قبل حد. اي تمام. واحد يقول لي طب هو لازم سبام؟ وانا ممكن اشوفها على موقع تاني. اي والله ما حدش يقول لك حاجه، هي شغاله برضه فاهمني. المهم ان انت بتشوف اليمنت او تاج ان لاين عشان تحط بينه الحاجه، عشان لو بلوكت هياخد ايه؟ هيخرب لك الدنيا خالص فاهمني. طيب دي احنا كنا بنتكلم عن التكست، يعني الحاجه دي ممكن تتطبق على ايمج لان هو اوت بوت برضو. تمام، ممكن تتطبق على لينك لان هو اوت بوت. تمام، بس في حاجه احنا ما تعاملناش معاها، احنا ما تعاملنا يعني احنا تعاملنا مع التكست ككل، المسافه بين السطور، المسافه بين الكلمات، المسافه مش عارف ايه، اذا يبقى كبير ولا صغير، اتكلمنا على الكلام ده كله. بس هل احنا اتكلمنا عن الخط؟ ازاي اغير الخط؟ ازاي اكبر الخط؟ ازاي اصغر الخط؟ ازاي اعمل اي حاجه في الخط؟ قال لك زي ما كنت بتتعامل مع كل حاجه بالتكست اتعامل مع كل حاجه بالايه؟ بالفونت. يعني فيجي واحد مثلا يقول لي انا بدي الديف واحد ده اللي هو الاحمر كلمه فونت داش سايز، بقول له 50 40 بكسل، ما بيحصلش في حاجه. هو جواه تكست اصلا او جواه فونت عشان تتحكم فيه؟ يبقى انا اروح لمين؟ للراجل ده اللي هو 2، هقول له فونت سايز 20 بكسل. هنا بتحكم في الايه؟ في حجم الخط نفسه، حجم الخط نفسه. كاني بالظبط في الوورد بدوس على الليسته وبختار ايه؟ حجم الخط. شايفينها؟ تفتكر انا ممكن ادي حجم الخط بالمية؟ ياخد حجم الخط يبقى 5% من مسافة الدف، 7% من 10، 19% من مسافة الدف، 20، 50، 60، 80. طب ده بحتاجه في ايه؟ لما اجي اكبر واصغر الخط ايه اللي هيحصل له؟ هيصغر ويكبر معايا. بص كبر وصغر جدا اهو. لا عشان احنا مديني الدف اصلا مسافة بالبكسل. تمام، فده اسمه عك بقى. يبقى انا اديه ب 100 اصلا 80 بكسل 10، خليها 20 عشان اوريكم حاجه، خلوها 200 كمان. طيب 150 ده بالنسبه للفونت سايز، سهله وبسيطه وجميله وكل حاجه وبتحكم في السايز بتاع الفونت. احنا عايزين نخش في حاجه اتقل، فونت فاميلي. ايه ده؟ عائله الخطوط. انا بحدد الخط بتاعي. قال لك ان كل جهاز
او كل سيرفر في مجموعه خطوط، او الجهاز عن سيرفر مش تفرق. مجموعه الخطوط دي بتكون اساسيه زي ايه؟ قال لك في مجموعه خطوط، خط اسمه تايمز نيو رومان رومان تمام، وخط اسمه اريال، وخط اسمه تهوما، وده مش موجود عندي في اللينكس، وكذا مجموعه خطوط كده. قال لك اللي احنا ثابتين عليه موجود هو التايمز نيو رومان والاريال. طيب ايه الفرق؟ وريني الكلام اللي انت كتبته ده وفهمني ايه هو. قلت له الخط بتاعي اسمه ايه؟ تايمز نيو رومان. لكله بس ليه؟ انا عايز كل الخطوط اللي عندي في الصفحه تبقى تايمز نيو رومان، ولا الفقره دي بس؟ انا عايز الفقره دي بس. طيب تايمز نيو رومان، طيب في ايه خط تاني موجود عندي على الجهاز؟ عندي اريال، شايفين؟ لو جيت بصيت هنا قال لك ان الجزئيه دي هي السيرف اللي هي الزيادات بتاعت الايه، يعني بص دي كده ايه اريال بالسيرف بالزيادات دي في خط النيو رومان. طيب احنا مش هنخش في الفونتس قوي عشان ده عالم عميق جدا، بس هنخش قدام شويه لما نخش في التصميم نعرف ازاي احمل خط واستدعيه في اللغه العربيه. بس خليك عارف ان انا بدي الخط بتاعي اسم، او بغير له الخط من عن طريق الفونت ايه دبل كوتي، وبكتب اسم الايه بس انا بستدعي ازاي الخط ده لسه ايه شويه مش دلوقتي. قال لك في خط اسمه مونو سبيس والسانس سيرف، هو في موقع زي الصور كده جوجل جوجل فونتس. طيب فاكرين وسم الاي؟ وقلت لك ده مش مهم عشان بيعمل ايتاليك للخط وبيعمل مش عارف ايه، وانت كده هتزود هتقول لي طب يا عم احنا دلوقتي في السي اس اس وما عملناش كده. اقول لك هو فونت ستايل، هقول له ايه ايتاليك بدل حرف الاي على الكلام كله ايتاليك. طيب في النورمال العادي يعني مش هيقول لك لا. فاهم انت مختار ستايل بتاع الفونت، يعني خليك عارف انها موجوده، هي مش يعني مش استخدامها قوي يعني. طيب في قيمه عايز اقول لكم عليها، حاجه اسمها اي ام. ايه الاي ام؟ تمام هقول لكم دلوقتي اجيب لكم اختصارها. طيب بيقول لك ان الواحد اي ام تمام هي ريكومندد من ال W3 سكولز عادي. ال EM يعني لو قلت له واحد EM كأنه بتقول له ايه؟ بتساوي 16 بيكسل. لو 2 EM يبقى كام؟ 32 ايه؟ بيكسل، مش 16 و 16 32؟ طيب 3 EM متأكدين؟ ماشي ها 48 ماشي. الاربعه بقى هي ال 64، يبقى انا كده وفرت ايه كتير قوي. يبقى انا عندي الاي ام والبكسل والايه والبرسنتج. واحد هيقول لي انا شفت في دبليو وفي بي لسه ما اتكلمناش في المواضيع دي خالص، احنا بناخد ايه اساسيات وبنطلع السلم واحده واحده. تمام لحد هنا شباب؟ في حاجة اسمها responsive font size. انا مش عايز اضغط عليك في موضوع responsive بس انا اقولها لك عشان لازم تكون عارفها. لو قلت له font size VW مش عايز اقولها لك النهاردة 130 VW 1 VW ممكن 1 VW. يعني ايه 1 VW؟ بص فبنلغي ال 1 VW الخطوط ايه لما صغرت، ايه اللي حصل لها؟ صغرت لما صغرت شاشه، ولما كبرت كبرت معايا، وده ما ينفعش. المفروض لما اكبر تصغر عشان اعرف اقراها، لما الشاشه تكبر
من موبايل، ولما صغر الخطوط تكبر عشان اعرف ايه اقراها. قال لك شفت الميتا تاج فيها فيو بورت انشال سكيز وسكيل واحد تمدد، كذلك هنا قيمه الفونت سايز او قيمه الويتس او قيمه الهايت او اي قيمه بتاخدها بالبكسل اقدر اتحكم فيها بحاجه اسمها في دبليو واحد في دبليو. بص اللي هيحصل، انا مكبر الشاشه الخطوط بتكبر معايا عشان اعرف ايه اقراها، تمام؟ الفي دبليو ده كانك بتبص لها من فيو بورت، منفذ رؤيتك، من وجهه نظرك. واحد فيو بورت يعني واحد من منفذ الرؤيه، طيب اتنين من منفذ الرؤيه، ثلاثه من منفذ الرؤيه، ضعيفها من ايه؟ من منفذ الرؤيه بتاعي. يبقى الفي دبليو اختصار لايه؟ فيو بورت. يبقى عندي الواحد بيكسل بيساوي ولا حاجه، بيساوي واحد بيكسل عادي. الواحد اي ام بيساوي 16 اي ام. ايه ده بجد؟ ماشي. طيب الواحد بيرسنج بيساوي واحد بيرسنج زي ما هو عادي. وعندي الفي دبليو بتساوي السكيل من الايه؟ من الفيو بورت بتاعي. تمام لحد هنا يا شباب؟ كده احنا مش هنعمل ويب سايت، انا عارف، بس كده عايز اقول لكم ان انتوا فرض لكم اربعه بروبرتيز بس ونبقى خلصنا السي اس اس، تمام؟ ونخش في السي اس اس 3. السي اس اس 3 مش هتاخد بس سيشنين، وهنبدا في الايه؟ في جافا سكريبت. اتفضل. طيب احنا نقفل الفيديو وهكلمك في الموضوع ده. يعني انا اعرف